واحد بيقول يمكن أن يكون قصد الكاتب أن الجسد لا ينقص البر، أن يكون حتى إذا أخطأ الإنسان فلا يفقد مكانه. هو ما قالش على حكاية يفقد، ده بيقول لك لا ينقص. وحكاية الجسد وعلاقته بالخطية والبر والحاجات دي، كتب هو مقال عن هذا الموضوع وتلاقوها موجودة في كتاب البيبليكال كريتيسيزم، النقد الكتابي وتعليقنا عليها. وبيقول مهما حصل في الجسد، والجسد يخطي زي ما هو عايز، واحنا نبقى اعظم من منتصرين، وهكذا قال ايضا في غلطه. ثم نحن لا نتهاون بخطايا الجسد، مش بس لا نتهاون بخطايا الجسد زي الزنا والفسق والنجاسات دي، ده حتى مجرد كلمة تخرج من الفم، بيقول ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. ينجس يبقى ما فيش بر. لكن كون ان احنا نتساهل مع الجسد، ده الرسول بيقول ان شهوة العالم والجسد وتعظم المعيشة، وتقرأ في رمية 7 على ان الذين يسلكون حيث بالجسد يموتون. ويقول لا دينون في المسيح يسوع على الذين يسلكون ليس حسب الجسد وانما حسب الروح. ويقول ان سلكتم حسب الجسد فستموتون. لا يا ابني، ازاي ان هو الجسد لا ينقص من البر؟ هل نتهاون مع خطايا الجسد؟ ثم عايز اقول لك ان خطايا الجسد ناتجة ايضا عن خطايا الروح. الروح تفسد من جوه، تفسد الجسد من بره. يعني فكرك الروح والجسد كل واحد ماشي السكة على كيفه؟ لا، لما تفسد الروح يفسد الجسد معاه. وبعدين بيقول ايه تاني؟ وبالنسبة لنقطة ان الناموس لا فائدة له في الخلاص، يقصد ان ليس من الضروري الالتزام باعماله. انت انا دخلت في قلبه وبتطلع اللي جوه قلبه. اريد ان احفظك آية، يا ريت ما تخرجش من الاجتماع ده غير بعد ما تحفظ. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. لان مبرئ المذنب ضد الحق والحق هو الله، ومذنب البريء ضد الحق والحق هو الله. فمبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. احفظها وخليها مزمور في اجبيتك، كل ما تصلي تفتكر.